يمكن صلحت الصوت، الله اعلم واش خدام. كان عندي واحد المشكل في الصوت، ما عرفتش واش المشكل من الانترنت. هو دابا مصلوح، غادي نتيستو بعدا الصوت، عاد نبدا. الا ما خدم الصوت ما نقدرش نكملو، راه نشوفو بعدا الصوت واش خدام ولا لا. وديك الساعة داك جاك، واخا واخا كان مشكل عندي. واخا عبد العالي خويا، اسمح لي قبيله كان مشكل في الصوت. دابا غنجاوبك على داك السؤال. قلت لك شوف، بالنسبه للبيسين تقدر اخي تموديليزيه في الاوتوكاد، تقدو في الاوتوكاد وتموديليزيه في لوجيسيال، اما كالكيل، اما الروبو، اما ارش، اما سي بي. فانت هو اللوجيسيال اللي تتميتريزي الباراميتراج ديالو مزيان. داكور، الوغ انا تنفضل انك تخدم في الروبو. دونك كاينه لي فورماسيون ديالو بزاف في اليوتيوب، تقدر تلقى الفورماسيون ديالو في اليوتيوب بزاف، فهو اللي تقدر تخدم فيه. كاين ارش مسامبليفي بزاف، باراميتراج ديال الروبو شويه صعيب، ارش مسامبليفي بزاف. ولكن مشكله ارش هو انا ما تنصحش بارش. علاش؟ لانه بوغ لي بروجي كلاسيك، بروجي صغار ماشي بروجيات كبار. كاين سي بي خطير، شي حاجه واعره. فما تكتفيش غير بلوجيسيال واحد. دابا في المغرب دابا الناس تخدم بالروبو اكثر، لان اللي بيغوا كونترول تيطلبوه بزاف، هذاكشي علاش. فكما قلت لك، تقدر تقادو بعدا في الاوتوكاد، ومن بعد تقدر تموديليزيه في الروبو ويخرج لك في رايات ديالو وصافي. هادشي اللي كاين، مكاينش شي حاجه زعما. فكما قلت لكم، نرجعوا اليوم للموضوع ديالنا. اليوم غنشوف واحد البلان رابيدمون، غنشوف واحد البلان بيتو ارمي اللي كنا خدمناه في واحد الفورماسيون. غنشوف غير لي بلان دارشي ديالو رابيدمون هكا، وغنشوفو لي بلان بيتو ارمي ديالو اللي تصايبو كلاسيك وديسينيو كلاسيك بلي ديتاي بكلشي. فبالنسبه للناس اللي هي لابدين في الدومين، فتنفضل انه الدراري يبداو يديسينيو بلوتوكاد دو دي كلاسيك، يخدمو كلاسيك بعدا عادي يدوزو اللوجيسيالات ديال البيم بحال ريفيت، ولا بحال اول بلان، ولا بحال تيكلا الى اخره. فاول حاجه، الا بغيتي تتعلم مزيان انت كمبتدئ، ضروري خصك دوز من الاوتوكاد. الا دزتي من الاوتوكاد وميتريزيتي الاوتوكاد وعرفتي الاوتوكاد مزيان، اي لوجيسيال غيجي قدامك ديك الساعه يكون اسهل ما يكون. الوغ انتم تشوفوا دابا، انا تنموديليزي في اول بلون، تقدر نخدم في الريفيت، تخدم شويه في تيكلا، شويه ماشي بزاف. الريفيت هو ماشي بزاف، ما نغمليش اونيفو ديال الفرياج، ما عجبنيش. الوغ اللي هاد الاول بلون، ولكن بعض الخطات ملي تيكون شي بروجي صغير ولا شي حاجه ما كبيراش بزاف، ما تنصدعش راسي انني عاد نبقى نخربق راسي باللوجيسيالات كالكيل وندخلو في الروبو يعطيني شي فرياج سافا با، وعاد نبقى نموديفي في الفرياج. فشنو تندير؟ مثلا لي بودر هانتوما تنديسينيو مانيال، خدمة كلاسيك. دابا ها لي بودر هادو راه مديسينيين مانيال، فهمتيني؟ فما ما محتاجش الروبو، ما محتاج حتى شي حاجة. الفرياج ديالو تنعطيه كيما بغيت بلي شيما اللي بغيت، ما تنحتاجش الروبو هو يعطيني الفرياج، تنكالكيلي مانيال. بليزو موان ماشي كالكيل، غالبا تيكون كالكيل ستاتيك اوبتيميزي. الوغ كالكيل ستاتيك وتتزيد عليه شي حاجه. ف بروجي صغير بحال هذا، مثلا اير بليس 2 اير بليس 3، ما محتاجش انك تمشي تموديليزي في الروبوت، تبقى تصدع راسك بالسيسميك وبالفيريفيكاسيون ديال الديبلاسمون الى اخره. فهو بروجي صغير، خدمه صغير، خدمه في الاوتوكاد كامل. منين يكون عندك شي بروجي كبير اللي محتاج واحد نوت كالكيل، ولا محتاج شي حاجه خصك تعطيه البيروس كونترول، ولا خصك فيريفيكاسيون ديال الديبلاسمون ديال السيسميك ولا شي حاجه، ديك الساعه تقدر تموديليزيه في شي لوجيسيال كالكيل بحال ارش كما قلت لكم، ولا سي بي، ولا الروم. ما علينا. الوغ دابا اليوم قلت لكم انا تنشوف واحد البلون دارشي اللي هو اير بليس 2، كانت جاتنا الغيتشوسي ديالها هي هادي، والبروميير ايطاج هو هذا، بروميير ايطاج هي دوزيام ايطاج تقريبا كورون. هادي واحد الباتيمون ايكونوميك، عندنا واحد التيراس اكسيسيبل. تنقصد باكسيسيبل هو التيراس اللي عنده الدروج تيطلعو له، التيراس انكسيسيبل هو التيراس اللي بحال اللي تيكون في الفيلات، هو انه ما يمكنش للمواليه يطلعوا ليه، يعني صافي تسقف التيراس ما عندهمش اناكسيسيبل.
فاش تين فوق التيراس اكسيسيبل وتيراس ان اكسيسيبل، ما ني تجي دير لي شارج، ني تجي دير لي شارج، فالتيراس اكسيسيبل ماشي هو التيراس ان اكسيسيبل. هنا دي فاساد برينسيبال اي اغيير، وهنا واحد لا كوب، وهنا لي بلون بيتو ارمي ديالو. فكما تتشوفوا الباتيمون فيها لي فوازان من الجناب كاملين، ومن هاد الجنب هذا واحد الطريق، وهاد الطريق هادي صغيرة بزاف. الوغ الوغ لي سومال كيما تشوفوا كلهم داخل لداخل، كاين دي سومال اكسونتري بحال هادي، هادي سومال اكسونتري، هادي سومال اكسونتري، وهادي سومال اكسونتري كاملا اكسونتري. الوغ اون فوا تكون عندنا لي سومال اكسونتري تصرفوا بأنه خصنا نديرو لي بير لي بوتر دو غودريسمون، والفوق منهم تيكون لونغري. هنا نشوف اليوم واحد الاشكال تيوقع بزاف، هو انه بعض الخطرات، وهذا كحل انا شفت بزاف في لي جروب، تيكون واحد المشكل ديال بي ار بعض الخطرات، هو ان تكون عندنا مثلا تيران مزيان، تيكون عندنا تيران مزيان كونترانت سول ديالو مثلا دوميكا باسكال دوبار، تيكون تيران بحال في سلاف في الرباط في قنيطره في النواحي ديال وسط البلاد، تيكون تيران مزيان. بار كونتر مثلا في الشمال في طونجي في تطوان في كدا، التيران عندهم صافا، التيران ما تيوصلش للدوبار، ما تيوصلش للدوبار، التيران مهلوب في خطره. نادرا باش تلقى شي تيران مزيان في طونجي وفي النواحي ديالها، ولكن بعض الخطرات تيكون عندنا مثلا تيران مزيان، وتنجيو تنحطو الفونداسيون ديالنا، وهاد الفونداسيون هادي كيما قلت لكم تيكونوا لي فوازان هنا في الجنب، تيكونوا الجيران عندنا هنا في الجنب، فتنضطرو ديك الساعه نديرو سومال اكسونتري. الوغ مثلا عندنا واحد البوطون نازل بحال هكا، عندنا البوطون هو هذا مثلا نازل في البيريفيريك يعني مع لي فوازان، وهنا مثلا في الجهه هذه عندنا واحد الباتيمون ديجا اكزيستون، مثلا هنا عندنا واحد الباتيمون ديجا اكزيستون، يعني ينفرض عندنا واحد الباتيمون ديجا اكزيستون. فمني تجي تحط السوميل ديالك تحت من هذا البوطو هذا، من تجي تحط السوميل تحت من هذا البوطو اللي بالاحمر، فما يمكنش غتحط السوميل سونتري. الوغ ما يمكنش غتحط السوميل ديالك داير بحال هكا، ما يمكنش غتدخل عند الجار. الوغ هذا التيران ماشي ديالك، ديال الجار، لانه تيكون ديجا السوميل لي سوميل ديالو. الا بغيتي نشرح لكم اكثر، هو انه ديجا هاد الجار هذا تيكون عنده بوطو هنا في بيريفيريك، هو بيدو تيكون عنده لي سوميل اكسونتري، الا اعتبرنا هذا بوطو ديال الجار، وهادي السوميلة ديالو. فانت ملي تجي تحط السوميل ديالك هذا اكزيستون مثلا، غنديرو بالبيض اكزيستون، فاش تجي تحط البوطو ديالك وتحط له السوميل ديالو، تتلقى بانه ديجا عندك الجار، فما يمكنش تحطها سونتري. الوغ شنو تدير؟ تديرها في حالو اكسونتري، السوميل تجي تاهي اكسونتري. واخا لحد الان ما عندناش مشكل، الا كانت السوميل اكسونتري ما عندناش مشكل. المشكل فين تيوقع؟ تيرا عندنا مزيان، يعني الا كان النيفو ديال الدالاج، انا تنحاول نديسيني لكم مع واحد الكروكي باش يكون مفهوم. الا كان عندنا النيفو ديال الدالاج هنا مثلا، نيفو الدالاج هنا، هادي هو الدالاج ديالنا، حنا حطينا لي سوميل ديالنا مثلا هنا، وهنايا مثلا حنايا الا حفرنا متر وستين ما كاملاش ولا شي حاجه، كما قلت لكم في الرباط في السلاف هذا تيكون تيرا مزيان. الوغ على متر ونص ولا شي حاجه تتلقى البونصول، هنا مثلا لقينا البونصول في هذه البلاصه هذه، وغنكتبها اكزومبل هنا بونصول، هنا مثلا البونصول. فاوتوماتيكمون مثلا انت ملي تجي تحط السوميل ديالك، اون فوا غتحط هاد السوميل هادي اللي هي اكسونتري، ضروري ما غدير ليها واحد البي ار هنا، واحد البي ار اللي تتكون بحال لونغرين، غدير ليها واحد البي ار اللي تتربطها ما بين هادي وما بين هادي. تقدر تكون البي ار في النيفو ديال السوميل، تقدر تكون كبر من النيفو ديال السوميل، يعني يقدر يكون فيها 60 ولا شي حاجه، غتجي بحال هكا داكور. الوغ هاد البي ار هادي الدور ديالها معروف هو انها تخلي ديك السوميل ما تقلبش للجهه الاخرى. علاش؟ لان لي شارج ملي تيكونو هابطين، هاكا لي شارج على هاد البوطو تيكونو جايين بحال هاكا. الوغ السوميل شنو غادي دير؟ هاد السوميل هادي في هاد النيفو هادا غتبغي تقلب لك لهاد الجهه هادي،
غتبغي تقلب لهاد الجهة، غتبغي تقلب لهاد الجهة هادي. الوغ هنا باش ما تقلبش لنا عليها تنديرو هاد البي ار هادي، واخا لحد الان ما كاين حتى مشكل. حطنا البوطو ديالنا، جينا نحطو البوطو ديالنا لي شارج بغات تقلب، درنا ليها سومي الاكسونتير، ربطناها مع الاخرى. هنا فين تيوقع الاشكال؟ تيوقع الاشكال هو اقتصاديا. علاش؟ لانه انت حطيتي لي بي ار ديالك هنا لتحت، اوتوماتيكمون الفوق ملي غتجي دير الدالاج اللي غيهز الدالاج خصك واحد اللونغرين واحد اخرى عاوتاني هنا. فحنا عندنا مثلا تيغان البونسول صغيره على متر وستين ولا شي حاجه، وعندك انت مثلا واحد اللونغرين اللي فيها 60 ولا ما شنو. الوغ هنا تيكون دوبل. ها هي هنا لونغرين، هنا لونغرين، هنا بوتر طغو ديال اسمو اللي الدور ديالها كيما قلت لكم هو انه ما تتخليش السوميل تقلب الجهه الاخرى وتتشينيها مع السوميل الاخرى. وهنايا اوتوماتيك من فوق منها مباشره تلقاو لونبي. الوغ هنا تيخلق واحد الاشكال، تتكون عندك واحد الباتيمو ايكونوميك، السيد ديال اللي عنده حد دو قدو باش يخدم هاد الباتيمو هادي، فتضطر انه يكون عندك جوج لي زونغرين، او تقدر تقول فونداسيون دوبلا، يعني الفونداسيون تتولي دوبلا دوفلا. هنا تيولي واحد المشكل كبير، تيقول لك سيد انا التيران مزيان وعندي لو سول بون سول، وعلاش دوبل فونداسيون؟ يعني دوبل لونغرين، هو يحسبها دوبل لونغرين. علاش؟ لانها تكون بي ار لتحت ولونغرين فوق. وتخيل معايا دابا هاد الباتيمون كامله، هادو اللي تتشوف هنايا اللي في الجناب، هذا وهذا كلهم مدوبلين. انا ديجا دايرهم هنايا لونغرين 25 ولا 50 غتجي اونيفو الدالاج، وبورتر غوت غيسمو غتجي اونيفو با ديال السومين، غتجي في النيفو ديال السومين. هنا تيبقى واحد المشكل كبير، شناهو؟ السيد الكليون تيقول لك فوالا انا عندي غير باتيمو ايكونوميك وانت مدوبل ديال فونداسيون دو فوا، كي غادي ندير ليها؟ فالصراحة انا تيوقع واحد المشكل كبير، وكل الحل ديالو شويه صعيب. فما تقدرش نتايا ما ديرش لو بي ار هنا، وما تقدرش ما ديرش لو لونغرين اللي عتز الدالاج، و ميم طون ما تقدرش. يعني بعض الخطرات تيقول لك الحل شنو هو مثلا، هو انه النيفو ديال الدالاج يجي مع البي ار، يجي مع البي ار. ولكن ديك الساعه يوقع واحد المشكل، شنو هو؟ هو انه ما يكونش عندك لونكراج سيفيزونت، ما يكونش عندك لونكراج سيفيزونت لهاد السوميل. يعني انت الا غدير 50 سنتيم وغتحط السوميل ما غاتجيش، ما يمكنش، حيت كاين واحد لونكراج اللي خصك تحترمو. خص السوميل تجي غارقه شي شويه في، واللي في البوطو يجيو غارقين شي شويه في لوسول. الوغ ما يمكنش غادي ديرها هكا، تيقتار عليك هاد الحل ما خدامش. بعد الخطرات، بعد الخطرات الصراحه، هو انه تنضطر انني ندير لهم واحد الحل. بالنسبه للناس اللي عندهم باتيمون ايكونوميك، ما عندهم شي حاجه اللي خافوا عليها، ماشي شي بروجي سونسيبل، فشنو تندير؟ تنطلع فوال صغير لهاد البلاصه هذا، حدو النيفو ديال الدالاج. تنطلع فوال صغير حدا داك البوطو، حدو النيفو الدالاج، ومن طون تنطلع واحد اخر عاوتاني هنايا في البلاصه هادي، فوال صغير حدو النيفو ديال الدالاج. وبالتالي ملي تيولي هذاك فوال، يعني بحال تقول ديك السوميل اكسونتري ما تبقاش السوميل اكسونتري، الا درت انا فوال هنا ما تبقاش هادي سوميل اكسونتري، تيولي بتيت فوال. يعني البوطو راه ديجا هابط من هنايا، وهنا هادي ما تتبقاش سوميل اكسونتري، هذا مثلا فوال، فهادي ما تتبقاش سوميل اكسونتري، بحيث انها تتولي سوميل فيلونت. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى. وديك الساعه تنحيد البي ار، ديك الساعه تنحيد البي ار. فهذا كحل غير ترقيعه، كحل باش السيد ما يخسرش بزاف، كحل بروفيزوار، ولا ما تقدرش تقول بروفيزوار، لكن كحل لهذا المشكل الاقتصادي. داكور، مفهومة هذه المسألة هذه؟ ما عرفتش واش مفهومة ولا لا، ولكن هذه من بين المشاكل اللي تتكون بزاف في الشونتي. واحد بغيت نتطرق ليها قبل ما نكمل لكم سميتو على البروجي. فهذه مفهومة، تنظن مفهومة. اللي ما فهمهاش الدراري يقول لي شنو كاين ونعاود نشرحها. الحاجة الثانية اللي دويت لكم عليها هو انه الا كان عندك بروجي كلاسيك بحال هذا صغير، ما محتاجش انك تي تموديليزي في الروبوت، وقد تروّر راسك بالموديليزاسيون وكالكيل الى اخره، فتقدر ديسيني كل شيء كلاسيك بما فيهم لي بوتر، والديسان ديالهم راه اسهل ما يكون. مثلا ناخذ شي اكزومبل هنا ونحاولوا نديسينيو البوتر مانيير.
فعندنا مثلا هاد ان ا هذه اللي فيها 25 الى 30، اللي هو واحد البلانشي ديال التراس ديال الكاج ديسكالي، و ولا رجعت يا خويا امين الفيديو غتشوف الشرح. واخا نعم شوف، هاد الحل ماشي تنصحكم بانك فيما تجي تكون عندك شي باتيمو غادي ديرو، لا، انا تنقول هذا حل. انا بالنسبه لي الا كنت تنبني شي حاجه ديالي وطحت في هذا المشكل هذا، غندير هذا الحل هذا. الا كنت تنبني شي حاجه ديالي وطحت في هذا المشكل، غندير هذا الحل هذا. علاش؟ باش نقتصد على راسي. الوغ كيما شرحنا في الاول، انت دابا مثلا تيكون عندك البونسول، وديك البونسول مثلا على 1 متر ممكن تحط عليها لي سومي ديالك. داكور، هنا فاهم. بحال هاكا، هادي سوميل اكسونتري، هادي سوميل اكسونتري. الوغ ملي تتحط لي سوميل اكسونتري، ملي بديت تتحط لي سوميل اكسونتري، فتضطر ان